بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدا في السليبري جلاند تيومرز لازم نعرف النورمال ستراكشر او اليونت ستراكشر بتاعت السليبري جلاند. اي سليبري جلاند بتتكون من اليونت اللي احنا شايفينها قدامنا دي. اول حاجه الاسينوس او الاسينور سيلز، والاسينور سيلز دي بتبقى بيراميدال سيلز زي ما انتم شايفينها كده. بيراميدال سيلز دي فيها بلو اور بيزوفيليك دوتس اسمهم زايموجين جرانيولز. زايموجين جرانيولز دي مع الحاجات اللي جوه هنا هي اللي بتفرز السليبري سكريشن الميوكس. لما نفرز السليبري سكريشن هيتحوش هنا في الكافيتي ده او في الحته دي من غير السيل اللي فوق ديت اللي هي بقول عليها المايو ابيثيليال سيل. السكريشن ده مش هيعرف يمشي او يخرج في الضغط دي. السيل اللي فوق ديت اسمها مايو ابيثيليال سيلز، ومن اسمها كده مايو ابيثيليال. مايو يعني جاي من مصر، ابيثيليال يعني ده الاوريجن بتاعها. ليه؟ السيلز دي بيشبهوها بيقولوا لايك ان اوكتوبس سيتنج اون ا روك. عارفين الاخطبوط؟ زي الاخطبوط كده بالظبط كده في الجسم بتاعه، ودي اللي هي الدندرايتس او الرجلين بتاعته، وقاعد على الاسينس اهو كده بالظبط. وظيفته ايه؟ وظيفتها ايه السيل دي؟ انها تعمل كونتراكشن فتعمل سكويزنج للاسينس ده وتطلع السكريشن تزقه وتطلعه بره في الضغط. عشان كده السيل ديت عباره عن سيل اوف ابيثيليال اوريجن وذ ميزنكايمال بوتنشياليتي. ايه الميزنكايمال بوتنشياليتي؟ اللي هي ان هي زي المصل. عشان كده اسمها جزئين، مايو ده الوظيفه بتاعتها ان هي زي المصل، ابيثيليال ان هي الاوريجن بتاعها ابيثيليال سيل. بعد كده هنخش في الضغط سيستم، وده بيتكون من ثلاث اجزاء، ادي جزء، ادي الثاني، ادي الثالث. الجزء الاول ده بقول عليه انتر كاليت الدكت. الجزء اللي في النص بقول عليه استرايت الدكت، وهنا قلت استرايت عشان الاسترايشنز اللي موجوده اللي انتم شايفينها دي المفروض الاسترايشنز دي برضو بتزق السكريشن لبره. الجزء الاخير ده هو المالتي لاير اللي هو الاكسكريتوري دكت. سميتها هنا اكسكريتوري لان هي بتعمل سكريشن او بتزود حاجات على السلايفا اللي خارجه، بتزود صوديوم، بتزود بوتاسيوم، بتزود ميه، بتزود اللي تزوده، ماشي؟ بحيث انها بتعدل في السكريشن اللي طالع. اليونت دي كلها هي اليونت ستراكشر، هي 50,000 100,000 مليون واحده من ديت هم اللي بيعملوا السليبري جلاند. ده الاسينس، الانتركاليتد داكت، والاسترايتد داكت، والاكسكريتوري داكت، وطبعا دي الميه بتيجي للسيل اللي فوق اللي احنا ايه اتكلمنا عليها. ده من تحت الميكروسكوب، نفس الصوره من تحت الميكروسكوب، بس ده طبعا سيكشن كروس سيكشن. اللي فوق دي اللي عليها السه ديت اللي هي الميوكس اسيناين. ميوكس اسيناين نلاقيها فاتحه عشان الميوكس سيكشن بيبقى لازق شويه. دي ميوكس اسيناين، ميوكس اسيناين، ميوكس اسيناي. الغامقه ديت دي سيرس اسيناي. الغامقين دول سيرس اسينس. اخر حاجه اللي هي الدكتس. الدكت هي واضحه بتبقى كولامنر سيل او كيوبويدال سيلز او ميوكس سكريتنج سيلز لايننج الكافيتي اللي في النص اللي هي بتعمل لي الدكت. الجزء ده ملغي مش عليكم. نيجي للكلاسيفيكيشن اوف سليفري جلاند تيومرز. لما نيجي للكلاسيفيكيشن اوف سليفري جلاند تيومرز بنقسمها لابيثيليال وميزنكايمال. الجزء الاولاني الابيثيليال بنقسمه لبناين اللي هو الادينوما. كلمه ادينوما معناها بناين تيومر اوف. ادينوما يعني ايه؟ السليفري جلاند. جلاندولار تيشو، اي جلاندولار تيشو، ثايرويد، سوبرا رينال، اي جلاندولار تيشو، كلمه ادينوما يعني بناين تيومر اوف جلاندولار تيشو. عندنا احنا بقى هنا في الموضوع بتاعنا النهارده بناين تيومر اوف سليفري جلاند. ماشي؟ مش هزعلك بقى. اول حاجه حاجه اسمها بليومورفيك ادينوما، خلي بالكم النطق مش بليومورفيك عشان ما حدش في الشغل يقول لي بليومورفيك. بليومورفيك.
تاني واحده اللي هي المونومورفيك ادينوما. والمونومورفيك ادينوما دي بنرجع نقسمها لثلاث حاجات، واحد اثنين ثلاثه. نقسم المونومورفيك ادينوما الادينو ليمفوما وجزيفيليك ادينوما واذر تايبس. اخر حاجه او ثالث واحده عندنا اللي هي دي دكتل بابلوما. دكتل مش دنتل، دكتل بابلوما. نيجي الكارسينوما، ميوكوبيدرمويد كارسينوما، اسينيك سيل كارسينوما، ادينويد سيست كارسينوما، بوليمورفس لو جريد ادينو كارسينوما، كارسينوما ان بليومورفيك ادينوما، ابيدرمويد كارسينوما، ادينو كارسينوما. النهارده يوم التعقيد العالمي، ماشي؟ طبعا احنا مش هناخد كل دول، دول هتحفظهم اسامي في التقسيمه بس، الكلاسيفيكيشن لو سالتك، بحيث لو قريت في اي كتاب شفت على النت تبقى عارف ان الادينو كارسينوما وان الابيدرمويد كارسينوما وان الادينوما والحاجات دي ممكن تطلع في الكلام. اللي احنا هناخدهم بليومورفيك ادينوما، ومن المونومورفيك ادينوما هناخد الاثنين دول. وبالنسبه للكانسر وكارسينوما هناخد ميكوبيدرمويد كارسينوما، اسينيك سيل كارسينوما، ادينويد سيست كارسينوما، وده هي بس اللي هي كارسينوما ان بليومورفيك ادينوما. اربع حاجات هنا وثلاث حاجات هنا. الجزء الثاني اللي هو نون ايبيثيليال او ميزنكايمال تيومرز، احنا قلنا ايبيثيليال ونون ايبيثيليال او ايبيثيليال وميزنكايمال، ودول طبعا اللي هي الليمفانجيوما ومانجيوما نيوروفايبروما، ودول بيمثلوا 50% من سليفري جلاندز في التشيلدرن، يعني اكتر نسبتهم اكتر في الاطفال الصغيرين، و5% في الادلت. دول طبعا لما نيجي ندرسهم ليمفانجيوما يعني بناين تيومر اوف ليمف ايه؟ ليمف نوت بناين تيومر اوف ليمف فيزيتس اور ليمف شانلز خلاص، والهيمنجيوما وبلاد فيزيت والنيوروفايبروما انت ها بناين تيومر اوف ايه؟ نيورو ها انطق عرب اهو وبنيرف، ماشي؟ يبقى دول هتاخدوهم في الحاجات بتاعتهم، يعني لان دول مش حاجه كاركترستيك السليفري جلاند، يعني اللي منفنجيوما اللي منجيوما اللي منفنجيوما ندرسهم تبع المواضيع بتاعتهم. وانتوا بتذاكروا بقى عايزكم تعملوا الجدول ده في كل المواضيع. تعملوا انت بايدك. خلاص؟ ما اقول ادي الانواع قدام فوقنا هنا فوق في اول واحده بليومورفيك ادينوما وله اسم تاني مهم برضه ميكسد تيومر. بناين ميكس تيومر او ميكس تيومر ممكن يجي لك اي اسم منهم. الاسامي الثانيه مهمه. نيجي الادينو لمفوما ليها اسمين كمان، وارثنز تيومر ده اسم العالم اللي اكتشفها اسمه وارثنز. والاسم الثالث وده اسم ديسكريبتيف اكتر هناخده لما نيجي ناخد الهيستولوجيكال بيكتشر هو بابيلاري سيست ادينوما ليمفوماتوز. الاسامي الثانيه والثالثه مهمه. التيومر الثالث اللي هو الاوكزيفيليك ادينوما او الاونكوسايتوما. الاذر تايبس دي ملغيه من عليكم، مش عايزكم تعرفوا فيها حاجه، بس ان حاجه اسمها اذر تايبس في السليفري جلاند وخلاص. لما نيجي للايج عايزكم توحدوا الايج كله، هنخلي الايج من 40 ل 70 ما عدا ده ما بتجيش في الناس اكتر من 60 سنه، وهنعرف ليه لما نيجي نشرح هنعرف ليه. يعني الايج بتاعنا من 40 ل 70 سنة في كله. ما تقعدش تقرف نفسك من 40 ل 60 من 50 ل 70 من 30 ماشي؟ من 40 ل 70 في كله. ما عدا اللي هي اللي معمول عليها بالاخضر المكتوب بالاخضر ديت ما بتجيش اقل من 60 سنة، هنعرف ليه. لحسن الحظ تيجي كلها في الفيميلز أكتر من الميل. ماشي؟ كل يعني البناين والماليجننت في الفيميل أكتر من الميل. ما عدا يبقى الادوني لنفوما بتيجي في الميلز اكتر من الفيميلز. نيجي في السايد في البناين تيومرز بتاعتنا النهارده، عندنا انواع السليفري جلاند اللي عندنا ايه في البق؟ انواع السليفري جلاند ها؟ ميجور وماينور،
ماشي الكلام العلمي كده اللي هو بتاع الماجي ميجر وما الميجر اللي هم ايه باروتيد سب مانديولار والسب لينج والماينور ها في الطن في البلد في اللب في الفلور في التشيك ميوكوزا في الريترو مولار اريا في السوفت في كل في كل في الجينجيفا كل البق كل الميوكوزا لازم يكون فيها سليفر جلان عشان تدي طراوه طراوه حنيه يعني على راي الله ماشي. لما نيجي للسايد بيحصلوا في الميجور سليفر جلان وفي الميجور سليفر جلان اكتر واحده ممكن تبقى افكتد في الميجور اللي هي باروتا وفي الماينور كل بقى كل السايتس اللي انت عايز تقوله قوله طنج والليب زي ما انت عايز تقول برضه احنا هنلاحظ برضه سايت لكله اللي هما التلاتة دول البناين لان المالجنت لهم سايت تاني مختلف خلاص يبقى السايت قال كده عندنا في الميجور سليفري جلاند وخاصة مين برضه وفي الماينور سليفري جلاند وتقول بقى السايتس بتاعتها اللي انت عايز الاوريجين ده خلينا ناخد الهيستولوجي لان انتم مش هتفهموا في حاجه عن كده هيبقى زي اللوغاريتمات انما لما تدرسوا الهيستولوجي الهيستولوجيكال بيكتشر هيبقى اوضح. نيجي برضو للكلينيكال بيكتشر عايزكم تحفظوا كلينيكال بيكتشر واحده اللي هي دي للثلاثه معايا ركزوا معايا بينلس سلولي جروينج سمول سايز ان ماينور جلاندز اند لارج ان ميجور جلاندز not attached to skin or deeper structures. يعني ايه not attached to skin or deeper structures؟ يعني الليجن ده عشان بناين بيبقى well encapsulated له كبسوله كويسه يقوم ما فيش منه extension طالع بره الكبسوله فما هواش لازق في التيشو اللي حواليه اجي احركه كده بايديا بصوابعي اتحرك موفابل يعني ودي علامه كويسه ان ده حاجه بناين ان التيومر مش عامل انفيجن للمين للستراكشرز اللي بره الكبسوله. التلاتة هنحط فيهم نفس الكلينيكال بيكتشر وهنزود في الفلسطينية اللي هي الادينونفوما الحتة دي ان هي سوفت وكمبريسبل وان هي ممكن تتلخبط مع السيست تبقى فلاك. ليه؟ لان دي مليانة من جوه سيست زي ما هنشوف بعد كده فيها من جوه في الاستراكشر بتاعها مالتيبل سيست والسيست ديت فيها سائل فعشان كده لما اجي امسكها تديني احساس اكني ماسك سيست اللي هي من الساينز بتاعت الدياجنوزز بتاعها بصوابع كده مضغط عليها كده حاجه اسمها فلكتويشن عارفينه؟ ماشي. برضه ال ان اي اللي هو النيكد اي يعني النيكد اي ده يعني الجراح بيشيل الليجن او بيشيل التيومر وبيشوف كده بعينه مش تحت الميكروسكوب. خلاص؟ النيكد اي بتاعتهم كلهم تقريبا راوندد اوروفويد سموث ونودولار سيرفيس في حاجة كاركترستيك لكل واحد البليومورفيك ادينوما الحاجة الكاركترستيك بتاعتها ان هي incomplete كبسول ودي مهمة جدا على فكرة لان ال incomplete كبسول دي بتعمل لي مشاكل بعد كده ان هي بتعمل high recurrence rate يبقى الحاجة الكاركترستيك اللي انا هزودها في البليومورفيك ادينوما بالاضافة للاستامبة اللي هحطها اللي هي rounded or ovoid smooth or nodular surface اللي هي incomplete كبسول. الاخرانيه زيها بالظبط بس الكبسوله عندي ويل فورمد كبسوله كامله كبسوله هنا كامله كبسوله هنا انكمبليت اللي في النص زي ما قلت لكم ان دي بتتميز ان فيها سيستس الليجن بالظبط ارسمه لكم دلوقتي بيبقى جواه مالتيبل سيستس السيستس ديت الفلويد اللي فيها يبقى جيلاتينس يا يبقى ميوكويد يا يبقى شوكليت لايك ماتيريال براونش شوكليت لايك ماتيريال ماشي جوه السيستم فدي حاجه كاركترستيك ده والانكمبليت كانسلكابسوليشن كاركترستيك للبليومورفيك ادينوما والاخرانيه اللي هي اونكوسايتوما كومبليت كبسول. يعني ها تعال
ها؟ لا في ايه؟ حتة لحمة ماشي، شوية رز ماشي، شوية عيش ماشي، حتة جاتوه، بس كل حاجة ابنورمال، ما تقدرش تخدمك ليها. ماشي؟ فدي بالظبط فيها كل الحاجات اللي تتخيلها في الباثولوجي واللي ما تتخيلهاش. ماشي؟ لما نيجي نذاكرها كده، لما نيجي نتكلم عليها بنقسمها لحاجتين. عشان ما نتلخبطش، ايبيثيليال كومبوننت وميزنكايمال كومبوننت. أو كونكتيف تيشو. الإبيثيليال كومبوننت نرجع نقسمه لثلاث حاجات. الحاجة الأولانية اللي هي داكت وداكت لايك ستراكشر. الداكت أهي. والثانية أهي. هسأل دلوقتي، خلوا بالكم. ها قولي لي انت الفرق بين الاثنين ايه؟ ها؟ الاوتر سيرفيس، ان دي 1 لاير اوف سيل سنجل لاير، دي 2 لايرز اوف سيلز، ممكن 2 او 3 او 4، ممكن مور ذان 1 لاير. يبقى الداكت ستراكشر سنجل لاير او 1 لاير، سواء اللاير ديت كولومنر زي ما انا راسمها او كيوبويدال او فلاتند او سكويمس او ميوكس سكريتنج سيل، اي نوع من انواع الخلايا دي ممكن نلاقيه في الضغط. والضغط لايك بيبقى لير زي ديت، بس لازم عليها طبقه ثانيه من مايو بيسيليا او اي نوع من الخلايا بره. طبقه 2 3 4 زي ما انت عايز. يبقى الضغط 1 لير، الضغط لايك مور ذان 1 لير. الحاجه الثانيه هلاقي سكويمس سيلز. كومت سيلز بتاعت الاستراتفيت كومس ايبيثيليوم اللي هي البوليهيدرال سيلز. خدتوا اللي ما خدتوش السكومس سيل كارسينوما مش كده؟ ها؟ خدتوا السكومس سيل كارسينوما؟ ما تحضرش بقى. خدتوا الفاريانس ماشي؟ ما خدتوهاش. ما خدتوش السكومس سيل كارسينوما لسه. لو لقيت السكوما سيلز دي مجرد سيلز بس اقول عليه سيل نست. عش من الخلايا. لو لقيت برضه سيلز كده بس جواها حته كراتين زي دي كده اقول عليه ايبيثيليال بيرل. زي اللؤلؤه ماشي؟ لو لقيتها كلها كيراتين زي دي كده اقول عليها كيراتين بير. يبقى ده الحاجه الثانيه في الاستراكشر في الايبيثيليال استراكشر. الحاجه الثالثه مايو ايبيثيليال سيلز. والمايو ايبيثيليال سيلز دي بشوفها على هيئه يا اما سبندل groups of spindle cells أو oval أو round. sheets أو groups of oval or spindle or round cells. فاكرين المايوبيثيليال سيلز دي كانت فين؟ ايوه ما حد سالني يعني، انت قلت لنا يا عم ينزل اخطبوط كده، المفروض شكلها الطبيعي كده. زي الاخطبوط ليها رجلين
وليها الحته اللي هي الجسم الخليه نفسه، وبتبقى قاعده على الاسنس وتعمل كونتراكشن عليه كده، صح؟ ماشي. دي اللي هي الخليه اللي انا وريتها لكم اللي جت بره، ماشي. ليه ما بتبانش عندي؟ ليه بقول لكم هنا سبندل وراوندد ووفل؟ لان يعني مش دي الخليه اللي انا بشوفها. الخليه دي عشان تشوفها كده لازم تفردها كده زي الملايه كده، بتفرد الملايه دي بتتقطع كده وانا بحضر السكشن. لما تتقطع كده هبص من هنا هشوفها شكلها ايه، كده او كده او كده. فممكن تاخد بقى شكل طويل او صغير او مدور حسب البلين بتاع القطع بتاعي، ماشي. عشان كده عمر ما بشوفها سبيندل وبالدندرايتس بتاعتها او بالرجلين بتاعتها زي الاخطبوط كده، ما بشوفش انا المنظر، بشوفها على هيئه سبيندل او اوفل او راوند. نيجي للميزنكايمال ستراكشر. ميزنكايمال ستراكشر: ميكزويد تيشو، كوندرويد تيشو، اوستيويد تيشو، هايلينايزيشن. لازم عشان اشخص بليمورفيك ادينوما لازم يبقى عندي الاثنين، لازم ده زائد ده، ده من غير ده ما ينفعش، يبقى مش بليمورفيك، يبقى حاجه ثانيه. يبقى لازم الاقي ميكزويد بتاع اسمها ميزنكايمال ستراكشر وابيثيليال ستراكشر الاثنين مع بعض في نفس الشريحه. نيجي للميكزويد. خدتوا الميكزومه؟ خدتوا ايه شبه الميكزومه؟ عباره عن ستاليت سيلز، والستاليت سيلز ديت موجوده في ايه؟ في ميوكو جراوند سبستنس. دي حته ميكزويد تيشو. كوندرويد، احنا بنقول كوندرويد واوستيويد زي ما بقول كده نمله تظهرها ايه؟ تظهرها نميله. كوندرويد بالنسبه لكارتج، اوستيويد بالنسبه لبون او اوسياس تيشو. ده التصغير بتاعه، ده الحاجه الصغيره بتاعته اللي شبيهه بيه. يبقى الكوندرويد حته زي الكارتج، هايلاين ماتريكس كده، والهايلاين ماتريكس ديت فيها اللاكنه وجواها الكوندروسايتس. اوستيويد طبعا بيبقى شبه البون، حته بون ترابيكلا كده. والهايلاين، الهايلاين ماتريكس ديت بتبقى حته حمراء حمراء هوموجينس ستراكشرلس، يعني مفيش فيها اي تركيب، مفيش فيها حاجه جوه، هي بس حته حمراء كده تشينج في الكونكتيف تيشو اتحولت لجزء احمر او بينك. ده الهايلاين تشينج. الحاجه الكاركترستيك جدا للبليومورفيك ادينوما هو الميكزويد تيشو ده، ده لازم الاقيه في كل حاله. الحاجات الباقيه ممكن الاقيها في حاجات تانيه، انما في السليبري جلاند تيومرز كلها الميكزويد تيشو بالذات ما بشوفوش الا فيه. هنطلع بقى الاوريجن من دي، الاوريجن من الشكل اللي قدامنا ده، ماشي. قبل ما نتنقل للاوريجن، طبعا الليجن ده بيناين، وبيناين يعني له كبسوله ولا ملوش؟ له كبسوله، فديت ليها كبسوله. بس المشكله ان الكبسوله انكمبليت، كبسوله فيها حتت مفتحه، الحتت المفتحه دي التيومر تيشو بيلحم مع النورمال تيشو اللي بره، يقوم الجراح يجي يشيلها يسيب حته من التيومر هنا، يعني بيقوم شايل على الكبسوله كده وسايب الحته دي جوه، ويجي بعد سنه ولا اتنين ولا ثلاثه يعمل ريكارنس، يبقى ليها هاي ريكارنس ريت. بسبب ايه؟ مش بسبب اكتيفيتي اوف سيلز، لا ده بسبب انكمبليت انكابسوليشن. نيجي للايتيولوجي. قلت لكم قبل كده الايتيولوجي ده عباره عن سيوريز. سيوريز كل عالم كده كل واحد خده حبايه ولا حاجه وعمل طلع بقى سيوري بمزاجه كده كل واحد. لما اشوف الشكل ده، ناس طلعوا قالوا ان انا الاوريجن بتاع الميمورفيك ادينوما ديت ابيثيليال بس. واحد تاني مش عاجبه الكلام قال لك ان هو ممكن يكون ميزنكايمال بس. واحد تالت عايز يوفع راسين في الحلال قال لك هو ابيثيليال زائد ميزنكايمال. ماشي ما يجراش، ماشي كله يمشي. ماشي؟ ابيثيليال وميزنكايمال، لان هو ده تخيل. هو تخيل السيلز دي جت منين، انما ما شافهاش. ماشي؟ الابيثيليال تيجي منين؟ يا اما من المايو ابيثيليال سيلز،
يا اما من انترباليتد داكت ريسيرف سيل. عارفين ريسيرف سيل دي يعني ايه؟ حد عارف؟ ها؟ مين اللي هيقول؟ اللي هيقول اديله درجتين زياده في اي امتحان. ها؟ خزن سبريشن. ها ماشي انت عادي بقى عرفيني الاسم عشان تيجي درجتين ماشي عرفت خلاص الريسيرف معنى كلمه ريسيرف يعني احتياطي يعني الضغط اللي انت شفتها في الاول مش كلها ممكن تعمل ديفيشن مش كل السيلز دي عمال على بطان كده تاكل وتشرب وتولد وخلاص لا في سيلز قاعده ساكته وفي سيلز معينه ربنا سبحانه وتعالى حطها عشان لو السليفري جلاند السيلز بتاعت السليفري جلاند حصل لها مشكله ماتت اتعورت جالها مرض جالها فيروس جالها اي حاجه تقوم تعوضها في الريسيرف سيلز دي خلايا احتياطيه لها قدره على تكاثر ان هي ساعه ما يحصل اي مشكله تبدا تخلف وتولد وتطلع خلايا جديده تعوض الحاجه اللي حصلت الافكت اللي حصل ده معنى انتركاليتد داكت ريسيرف سيل. اول حاجه الثالثه انا بلاستيكالي تشينجد ايثيريال سيل يعني اي ايثيريال سيلز في السليفر جلاند حصل لها تيومر تشينج تحولت لتيومر يعني. نيجي للجزء الثاني اللي هو او التيومر الثاني اللي هو الادينو ليمفوما. خلوا بالكم الادينو ليمفوما دي قلنا ليها وضع خاص قلنا هي كبسوليتد من بره كده زي ما انا رسمت ليها كبسوله وكل حاجه والكبسوله كامله وحلوه ومفيش فيها مشكله بس من جوه فيها مالتيبل سيست والسيست دي مش ريجولر يعني السيست الوول بتاعها مش كده زي دي كده لا السيست الوول بتاعها الريجولر كده يعني عامل لي حاجه اسمها بقول بابيلاري بروجكشنز دي بابيلاري بروجكشنز داخله جوه السيست كافيتي عشان كده لما باجي امسكها كلينيكالي ممكن تتلخبط مع السيست دايركت في موضوع الفلكتويشن ده ماشي قلنا اللي هي السائل اللي بيبقى هنا يا بيبقى جيلاتينوس يا بيبقى ميوكويت يا بيبقى تشوكليت لايك براونش ماتيريال فاكرين الكلام ده لسه قايله حالا هناخد حته من دي ونكبرها ده كده اهو الور الحته بتاعت البابيلاري دي كده اللي طالعه فوق ده بيزمنت ممبرين اللي انا رسمه ده هو البيزمنت ممبرين ده بتاع السيس بتاع البسيليم بتاع السيس اهو كده اهو فوقه في ستراكشرز وتحته في ستراكشرز ثانيه فوق في الابيثيليال كومبوننت وتحته في الميزنكايمال كومبوننت الابيثيليال كومبوننت ده بيتكون زي ما قلنا كده في البليومورفيك ادينوما ابيثيليال وميزنكايمال برضه هنا ابيثيليال وميزنكايمال الابيثيليال كومبوننت ده بيتكون من ايه من طبقتين بس الطبقه التحتانيه لناحيه البيزمنت ممبرين ودي بتبقى يا اما كيوبويدال يا اما سكويمس دي اللي لاصقه قاعده على البيزمنت ممبرين الطبقه الفوقانيه اللي هي ناحيه اليومن هنا الكافيتي بتاع السيست اللي هي الحته دي اللي جوه دي ماشي بتبقى كولومنر سيلز والكولومنر سيلز دي في وسطها جوبلت سيلز او ميوكس سيكريتنج سيلز السيلز دي بيبقى السيتوبلازم بتاعها جرانيولر وإزينوفيليك يعني منقط واحمر زي ده كده يا
يبقى ده الابيثيليال ستراكشر عباره عن 2 لايرز، اللاير التحتانيه ها بسرعه ايه فصلت ولا ايه؟ ما تسرحيش ها؟ ما حدش يسرح في فيسبوك. كيوبويدال او سكويمس وقاعده البيزن برين، واللاير الثانيه ها؟ انت كولومنر وجبلت سيل وسيرش سيتوبلازم شكله زينوفيلك و وجرانيوم. اللير اللي الجزء اللي تحت اللي هو الميزنكايمال ده عباره عن اجريجيشنز اوف ليمفوسايتس، مليان ليمفوسايتس. كل ده ليمفوسايتس تحت البيزنت تمبرين. عدد كبير جدا اجريجيشنز كتير كده متجمعين على بعض. في وسط الليمفوسايتس دي في حاجه اسمها جيرمينال سنتر. او كذا جيرمينال سنتر. يعني ايه جيرمينال؟ عارفين جيرمينال يعني ايه؟ جيرم يعني ايه؟ جيرم اللي بيطلع منه السيلز. يعني جيرمينال سنتر زي معمل تفريخ او معمل انتاج الليمفوسايتس، اللي هي الخلايا اللي بتولد الليمفوسايتس دي كلها. فبيبقوا متجمعين على بعض كده ولونهم بهتان شويه، نشوفهم في الشريحه. يبقى ده جيرمينال سنتر وده اجريجيشنز اوف ليمفوسايتس. طبعا هنا مفيش كونكتيف تيشو، ما عنديش كولاجين ولا بتاع زي مثلا هنا زي بين السيلز دي كولاجين وبلاد فيزلز وفايبروبلاست. لا هنا السيلز التيشو اللي هنا او الفايبرز اللي هنا ماينيوت ريتيكولار فايبرز. يبقى دي ريتيكولار فايبرز، مفيش كونكتيف تيشو. تبقى خلق الياف رفيعه كده زي الكولاجين. الاثنين مع بعض الميزنكايمال كومبوننت اللي هو الليمفويد تيشو مع الابيثيليوم بيعملوا بروجكشنز. البروجكشنز ديت بتبقى داخله جوه السيست، بابيلاري بروجكشنز جوه السيست. عشان كده الاسم بتاعنا اللي هو المعقد المكلكع ده اللي هو بابيلاري سيست. ايه بابيلاري سيست دي؟ ها؟ بابيلاري سيست اللي هو ايه يعني؟ اللي هو ايه؟ ها؟ يعملوه بابيلاري ابيثيليا مع الميزنكايمال كومبوننت، عاملين بابيلاري بروجيكشنز في السيست. ادينوما. ايه الادينوما دي يعني ايه؟ ده الكنايه عن الاوريجن بتاعها ان هي بناين سليبري جلاند تيومر. ليمفوماتوزم. ليمفوماتوزم اللي هو الليمفوسايتس الكتير اللي فيها. ده الاسم اللي هو الطويل المكلكع اللي انا قلته في الاول. بابيلاري سيست ادينوما ليمفوماتوزم، ده يعتبر شرح ليها. والاسم الثاني بتاعنا هو الادينو ليمفوما، برضه ادينو يعني بناين تيومر اوف سليبري تيشو، وليمفوما اللي هو الليمفويد تيشو. او الورسنز تيومر ده اسم العالم اللي اكتشفها. طبعا لما نيجي هنا للاورجن بتاعها برضو الناس طلعت كده وكل واحد يقول الاورجن زي ما هو عايز. واحد طلع قال ان الليمفوسايتس ديت عباره عن انترابد ليمف نود في السليبري جلاند، يعني اثناء الديفلوبمنت السليبري جلاند وهي بتتكون حته ليمف نود دخلت فيها واتحشرت جوه وعملت لي منظر الليمفوسايتس الكبيره ديت والسيلز ديت اتكونت نتيجه لوجود الليمفوسايتس تحت. انتريال ليمف نود وذن سليفري جلاند. الاوريجن تاني او السير التانيه ان هي عباره عن هايبر، ان الليمفوسايتس الكتيره دي هايبر سنسيتيفيتي رياكشن للسيلز اللي حصل لها التشينج ده. يعني دي سيلز اوف سليفري جلاند عادي سواء ضغط او اسمس او حاجه حصل لها التشينج ده، اللي هو التشينج ده هتعرفوه بعد كده اسمه اونكوسايتوز او اونكوسيتيك تشينج. ان الخليه تكبر وتبقى السيتوبلازم بتاعها احمر كده ومنقط. وان الليمفوسايتس دي هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، حساسيه يعني اميون رياكشن للسيلز اللي حصل لها تشينج فوق دي. التيومر الثالث اللي هو الاوكسيفيليك ادينوما
اوكسفيليك ادينوما او اسمه التاني اونكو سايتوما. اوكسفيليك ادينوما اونكو سايتوما قلنا ان دي ميزه من ميزاتها انها ما بتطلعش الا بعد كام سنه؟ 60 سنه. ليه؟ لان اساسا عندي وعندكم وعند كل الناس عند اي حد بعد 60 سنه بيبدا يحصل تشينج في الخلايا بتاعت السيريبري جلاندز. انتوا فاكرين الاسينال سيلز كان شكلها ازاي؟ كانت بيراميدال سيل، والبيراميدال سيلز دي فيها نيوكليوس اهي ماشي، وفيها هنا بيزوفيليك دوتس كده بقول عليها زيموجين جرانيولز صح؟ دي بعد 60 سنة بيحصل لها تشينج معين. أول حاجة بتبقى سوولن. سوولن يعني إيه؟ يعني تتنفخ أو تكبر في الحجم. تاني حاجة النيوكلاس دي بتبقى بيكنوتك. يعني إيه بيكنوتك؟ يعني تصغر في الحجم وتبقى شرانكن، يعني تكش أو تنكمش، تبقى النيوكلاس كده مثلا. تالت حاجة الزيموجين جرانيولز دي بتروح وبيجي مكانها إيزينوفيليك جرانيولز، إيزينوفيليك حمراء يعني نقط حمراء. الخلية دي بقول عليها أونكو سايت، ودي ما بتظهرش إلا بعد 60 سنة. دي نورمال، دي إيه تشينج أو فيسيولوجيك تشينج بيحصل عند أي واحد فينا. التيومر ده ما بيطلعش إلا من الخلية دي، عشان كده ما بيطلعش إلا بعد 60 سنة. عارفين الرمان؟ عارفين ولا مش عارفين؟ مش عارفين ماشي. دي شكلها زي تقسيمتها كده زي الرمانه او زي البرتقاله، عباره عن فصوص. الفصوص سيبريتد بين بعضها وبعضها واللي جنبها بكونكتيف تيشو او بفايبرس تيشو. والفصوص دي طبعا نقول كابسوليتد، ان دي بناين يعني ليها كبسوله من بره والكبسوليتد كبسولة كاملة. كل فص من دول في الخلايا اللي هي راوندد او بوليهيدرال النيوكلياس بتاعتها في السنتر، والسيتوبلازم لونه ايه؟ السيتوبلازم لونه ايه؟ ايزينوفيلي اللي هو بتاع الانكوسايت ماشي؟ سيتوبلازم جرانيولار وايزينوفيل. بس دي الانكوسايتوما او الاوكسفيليك ادينوما، والاسامي الثانيه مهمه. الاسامي الثانيه مهمة. قبل ما نسيبه دي الكلينيكال بيكتشر بتاعت بناين سليبري جلاند تيومر، تنطبق على اي واحد من الثلاثه اللي انا قلتهم ماشي. خلي بالكم هنا ده بناين، ده السويلنج هنا. لما راح للدكتور العيان ده راح للدكتور افتكر ان هو ابسس وحاول يفتحه، حاول يفتحه بمشرط. لو هنا في مكان جرح هنا بس طبعا ما طلعش حاجه لان ده عباره عن سيلز، مفيش فيه بص ولا حاجه. اللي فاتت سمول دي لارج، بس مع ان دي لارج وماليه البلد بس تحس ان هي هوموجينس وراوندد وسموز ومفيش انسريشن ولا حاجه، لان انا هوريكم المالجننت بعد كده شكله مختلف خالص عن دي ماشي. دي البليومورفيك ادينوما. البليومورفيك ادينوما دي قلنا اول حاجه فيها سيليال ستراكشرز وفيها سترومال كومبوننتس ماشي. اول حاجه في الابيسيليال ستراكشرز ايه؟ داكت وداكت لايك ستراكشرز ماشي. داكت اللي هم دول داكت لايك ستراكشرز، كل الفراغات دي عباره عن داكت وداكت لايك ستراكشرز.
اللي عليها لايننج واحده لاير واحده تبقى دارك، والاكتر من لاير تبقى دارك لايننج. ممكن نلاقي ترابيكولا او جروبس اوف مايو ابيثيليال سيلز واضحه في شريحه بعد كده، ماشي؟ مش شرط ان انا اشوف كل الحاجات في نفس الشريحه، يعني ممكن تبقى تباديل وتوفيق، انما شرط زي ما انا قلت لكم ان انا لازم الاقي ايه في البريمورفيك ادينوما بنتي، لازم الاقي ايه ها اللي جنبها ابيثيليال وميزنكامل، لازم الاقي الاثنين زي ما انتم شايفين كده، الحتت الفاتحه دي دي اللي هي الميكزويد تيشو، يعني لازم الاقي هنا داكت وداكت لايك ستراكشر والميكزويد تيشو، خلاص دي بري مورفيك ادينوما، ماشي؟ الميكزويد اللي احنا قلنا عليه ممكن يبقى فايبرويد. هنا بقى دي شريحه فيها السكويموس ابيثيليا اللي ممكن يعمل ابيثيليال نست او سيل نست وكراتين بيرل او ابيثيليال بيرل. وهنا شيتس او جروبز اوف مايو ابيثيليال سيلز اللي هي كل النقط دي اللي موجوده حوالين الدكت والدكت لايك ستراكشر. دي اللي هي الكوندرويد لايك ماتيريال او الكوندرويد ماتيريال اللي هي شبه الكارتج. فيها السيلز اللي هي زي الفلاكنا نفس شكل الكارتج. ده ميكزويد تيشو برضه. ماشي؟ ده الكوندرويد والاوستيويد وده الميكزويد تيشو. دي من شكلها اللي فيها سيست اللي هي الادنوفوما، ده الكافيتي اهو ده وده الابيثيليوم وده الليمفويد تيشو وهنا ده البيزمنت ممبرين. وقلنا الابيثيليوم ده بيتكون من طبقتين، ادي طبقه فوق وطبقه تحت، الطبقه اللي تحت سويمس او كيوبويدر، الطبقه اللي فوق كولومنر، السيتوبلازم بتاعه بيبقى زينوفيليك وجرانيولر، ماشي؟ زي ما قلت لكم كده فين ال انتي ها؟ فين الجيرمنال سنتر هنا ورايا؟ ايوه الحته البهتانه اللي في النص دي الجيرمنال سنتر. زي ما قلت لكم بيبقى لونها فاتح عن بقيه الخلايا. ده جيرمنال سنتر اللي هو معمل ولاده او تكريق او تفريخ الليمفوسايت. يبقى ابيثيليوم والسترومال كومبوننت داوت سيل لاير نيومينال سيلز زي ما قلنا والبيزال سيلز والماتيور ليمفويد فوليكلز والمين جيرمينال سيلز. التيومر الثالث اللي قلنا اللي هو عامل زي البرتقانه او زي الرمانه اللي هو عباره عن لوبيولز، وكل لوبيول اليونت الواحده بتتكون من السيلز دي. السيلز دي اللي هي ايه؟ ادي الخليه اهي بوليهيدرال او راوند. نيوكليس في النص والسيتوبلازم بتاع جرانيولر وايزينوفيل. دي اسمها اونكو سيتوما او الاسم التاني بتاعها ايه؟ اوكزيفيليك ادينوما. الاسامي التانيه مهمه. دي مش عليكم، دي حاجات في اللي هي الاذر تايبس، مش عايزين عشان ما تبخكوش. بس الجزء الثاني بتاع المحاضره اللي هو المالجنال منهم ميوكوبيدرمويد كارسينوما راسينك سيل كارسينوما والادينويد كارسينوما والبيرمورفوس لوجرود ادينو كارسينوما مش عايزينها. رابع خانه في الجدول دي مش عايزينها. في واحده كمان لسه هناخدها موجوده لوحديها اللي هي كارسينوما ان بليمورفيك ادينوما. هم اربعه مالجنت هناخدها. قلنا ان الايج هنا مختلف عن البناين. هنا الايج هنا الميدل ايج والالدرلي بيرسون. الاثنين دول زي بعض. دي الخط ده معناه ان دي زي دي. ما عدا اللي بيميز هنا اللي بيميز الميكوبيدرمويد ان هي ذا موست كومون مالجنان سليفري جلاند تيومر ان تشيلدرن. يعني لما اجي في الشفوي كده واسالكم ذا موست كومون مالجنان سليفري جلاند تيومر في العيال الصغيره ايه؟ تقولوا لي الايه؟ الميكوبيدرمويد. ماشي؟ يبقى الحاجه اللي بتميز الميكوبيدرمويد ان هو اكتر في الاطفال الصغيرين. الادينويد سيست كارسينوما بتحصل في الاولد ايج في السنايل 50 و60 وانت طالع. طبعا السكس زي ما قلنا كلهم في الفيميل اكتر من المين، ما عدا مين؟
الادم الليمفوما في الميلط. السايت برضو مختلف عن الماليجنان. السايت هنا كل التيومرز بتاعتنا النهارده في الماينور اكتر من الميجور. التانيين كانوا فين؟ في الميجور اكتر. دول في الماينور اكتر من الميجور باختلاف النسب بقى. يعني ده في الماينور 20%، دي هنا 25%، اللي في النص زي ده زي الميجور. يعني السينيك والميجور والميجور شبه بعض شويه، بالاضافه ان دول ممكن يطلعوا جوه البون، بيحصلوا في المندبل اكتر من المجزلة. وهقول لكم منين بيطلعوا منين في البون دلوقتي. خلاص، يبقى دول بيمثلوا 20% من الماينور سليبري جلانز، من 5 ل 10% من الميجور. الادينويد سيستك 25% في الماينور سليبري جلانز و5% بس في الميجور، يعني بتيجي اكتر في الماينور. برضو الاوريجين هنسيبه لما ناخد الهيستولوجي الاول. لما نيجي في الساينز والسيمتومز، الاثنين دول لهم وضع خاص. وضع خاص يعني ايه؟ ان في منهم درجات، في منهم نوع بقول عليه هاي جريد اوف مالينسي، ونوع تاني اسمه لو جريد اوف مالينسي. في هاي وفي لو. يعني ايه هاي جريد اوف مالينسي؟ مين اللي احسن؟ يعني بالنسبه للبيشنت مين اللي احسن؟ اللو جريد، لان اللو جريد ده اللي هو شبه البناين، اللي هو حلو، البروجنوزس بتاعه كويس، والجروث بتاعه سلولي، ما بيعملش متاستاسيس او يعمل متاستاسيس رير قوي، ماشي؟ انما الهاي جريد ده بيبقى اجريسيف وبيعمل متاستاسيس كتير، وممكن ياذي العيان ويموت العيان بيموت بسرعه فيه حتى مع العلاج. فالاثنين دول ليهم في الكلينيكال بيكتشر بتاعته تيومر وذ لو جريد اوف مالجنانسي، وده زي البناين بالظبط. فاكرين الكلينيكال بيكتشر بتاعت البناين؟ حد يقولها لي؟ غشوا، مش مشكله، بصوا في الكاريس وقولوا لي. ها قول انت. ها؟ اللي عامل شعره كتاكيت ده يا ابني انت. ها؟ ايوه انت. ها؟ اللي جنب بينلس. ها؟ سلولي جروينج. Not attached to the skin or to the underlying structures. ماشي؟ small في الـ في الـ في الـ في الماينور وكبيره في الميجور. خلاص؟ هي تقريبا نفس الكلينيكال بيكتشر. ماشي؟ انما هنا في الهاي جريد اوف مالينانسي كلينيكال بيكتشر او السايد والسيمتومز مختلفه. هنا هيبقى رابيدلي جروي، بيعمل بين، بيعمل ألسر، بيعمل كومن ميتاستاسيز، بيعمل انفيجن للسراوندنج ستراكشرز وديستراكشن. الادينوت سيستيك كارسينوما بقى دي لها وضع خاص، دي حلوه وجميله، دي فيها خباسه شويه عامله زي اليهود كده. ماشي؟ ليه؟ نمره واحد، ان هي لما بتيجي في البون ما بتبانش في الاكس راي. يعني بتبقى موجوده وشغاله في البون بقالها كذا سنه وكذا شهر، واجي اعمل اكس راي الاقي البون نورمال. ليه؟ حد يقدر يقول لي ليه؟ ها؟ اللي عارف يرفع ايده. مفيش ايه؟ ايوه مفيش ريزوربشن. ما عملش، اما بتخش البون بتنقي البون ترابيكولا وتمشي فيه، وتسيب وتنقي قصد البون مارو اللي هو السوفت تيشو وتمشي فيه، وتسيب الترابيكولا وما بتكسرهاش. وبتفضل شغاله جوه البون سنه واثنين من غير ما انا اشوفها. اجي اعمل اكس راي، سريه تمام ومية، ما فيش اي حاجه، انما هي موجوده. تبدا تبان امتى؟ في الليت ستيجز تبدا تعمل ديستراكشن في البون، تبدا بقى تظهر لحته ريدنجز. يبقى دي اول حاجه في حكايه الخبث اللي انا قلت لكم عليها. الحاجه الثانيه ان هي بتحب النيرف. لما بتلاقي نيرف كده، نيرف ماشي، السيلز بتاعتها بتقوم جايه ولفه نفسها حواليه وتنمو عليه. عشان كده من الساينز والسيمتومز بتاعتها ان قبل ما يطلع اي سويلنج او اي حاجه لا لها عندك شيء من بين سيفير بين، لان هي بتضغط على النيرف. ماشي؟ يبقى الاول بيبقى سيفير بين. من رحمه ربنا ان النيرف اللي موجود ده لو فضى عليه البين ده عين ممكن يتجنن، يقوم يحصل له ايه النيرف؟ يتكيف، يقوم يحصل له تاكل الاول، يقوم لما يبقى تاكل البين يقل، وبعد ما البين يقل العيان يحس بنمس، يعني تنميل. وبعد ما يحس بنمس النرف يتقطع خالص من كتر الضغط، زي الصابونه كده، عارفه لما تسيب صابونه على الحوض في الميه بعد يومين هتلاقيها نص، بعد ثلاث ايام، بعد اسبوع مش هتلاقيها خالص.
النيرف نفس الحكايه لما بيتحط عليه بريشر او بيبقى في باص مده طويله او في حته فيها انفلاميشن يبدا يبوش شويه شويه ديجنريشن لغايه ما يروح خالص في الجزء طبعا اللي متاثر. ففي الاخر خالص النيرف بيتقطع وبيبقى العين عنده باراسيزيا. باراسيزيا كانه واخد حقنه نيرف بلوك مش حاسس بحاجه خالص في الحته طبعا هنا او فيشيال حسب الحته اللي فيها. يبقى دي الحاجه الثانيه ان هي بتحب تنمو حوالين النيرف عشان كده من الساينز والسيمتومز بتاعتها ايرلي بي اول حاجه هتبدا بيها بي ماشي. يبقى دي سلولي جروينج بتعمل بين وبعد البين بتعمل نيورولوجيكال سيمتومز. نيورولوجيكال سيمتومز اللي انا قلت لكم عليها اللي هي الباراسيزيا وبعدين اللي هي الايه اللي النمس وبعدين الباراسيزيا فيها فيكسيشن. فيكسيشن ده ليه؟ ها؟ ليه الفيكسيشن؟ يعني ايه فيكسيشن الاول؟ يعني ايه فيكسيشن؟ علي صوتك. ها؟ والله من سامع حاجة. لا علي علي شوية. التاتشن بتبقى التاتشن للسراوند ستراكشر. بيحصل انفيجن يعني ده الليجن اه ده التيومر بيطلع منها زي رجلين كده بتمسك في التيشو اللي حواليها. وما اجي احركها ما بتتحركش. ماشي؟ تبقى فيكسد خلاص؟ وبتعمل بون انفولفمنت وقلنا حكايه البون ان هي ما بتبانش في الاكس راي بدري. نيجي للاكس راي قلنا هنا there may be no radiological symptoms الا في الليت ستيجز. الاثنين دول ممكن يعدوا مالتي لوكولار ريديوسنس. يعني لما يجي لكم كده سؤال قول المالتي لوكولار ريديوسنس ارياز هتحط منها ميكوبدرمويد كارسينوما ولا سينك سيل كارسينوما. ميكوبدرمويد بالذات الاثنين دول برضو حسب الجريد بتاعتهم ممكن يبقى فيهم كبسوله مش كامله او ما فيهمش كبسوله خالص حسب اذا كان لو جريد او هاي جريد. طبعا اللو جريد هو اللي هيبقى فيه كبسوله مش كامله. الهاي جريد ما فيش فيه كبسوله خالص. انما الادينويد سيستك ما فيش فيها كبسوله خالص اصلا. من اصلا ما فيش كبسوله. فيها ميوكس سكريتنج سيلز. ايبيدرمويد يعني فيها ايبيدرمويد سيلز. وزي ما اتفقنا كده في منها نوعين. النوع الاولاني اللي هو تيومرز ويز ها لو جريد اوف مالجنسي. والنوع الثاني اللي هو تيومرز ويز هاي جريد اوف مالجنس. وفي النص في نوع اللي هو 50-50 اللي هو في النص بينهم اللي هو انترميديت جريد مالجنس. الناحيه دي كده ناحيه البناين والنورمال. يعني لو انا مشيت كده شويه كده بعد الدول هلاقي البناين والنورمال. والناحيه دي كده اللي هو الهايلي مالجنت بقى واللي هو ما فيش. خلاص؟ يبقى انا هنا كل ما قربت ناحيه اللو جريد عايز الوظيفه بتاعتي موجوده والشكل بتاعي موجود، الشكل اللي هو ايه؟ شكل السليفري جلاند العاديه اللي هو الطبيعيه يعني. شكل السليفري جلاند الطبيعيه المفروض يبقى فيها سيلز ايه؟ ميدرمويد سيلز؟ لا، يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها ايه؟ ميوكاس سكريتنج سيلز. يبقى هنا هلاقي في ده الميوكس سكريتنج سيلز كتير وايه اللي هلاقيه قليل الابيدرمويد سيلز هلاقيها قليله. على العكس الثاني الهاي جريد هنا بعدت خالص عن السليفر جلاند فقدنا الصله بالسليفر جلاند ميوكس سكريتنج سيلز قد الابيدرمويد سيلز تقريبا يعني. وبالتالي في الكلينيكال
كلينيكال بيكتشر. في الهاي جريد هلاقيه سوليد ولا سوفت؟ سوفت سوليد، لان هو كله سيلز مفيش فيه ميوكس، انما ده هلاقيه سوفت. نيجي للهيستولوجيكال بيكتشر بقى، اللو جريد اوف مالجنسي هلاقي فيه سيستيك سبيسز كتير، مليان سيستيك سبيس اللي هي الميوسين اللي بتنتجه الميوكس سيكريتنج سيلز، بيبقى لايننج للسيستيك سبيس. ده اللو جريد. ماشي، كل دي لكل سيلز اللي هي جوبلت سيلز او الميوكس سيكريتنج سيلز. ممكن الاقي الابيدرمويد سيلز لو موجوده هلاقيها لايننج السيستيك سبيس حوالين الميوكس سيكريتنج سيلز. إذا هولي يعني في كلها، اور ان بارت، ان بارت يعني في اجزاء يعني مقطعه زي ما انا حاططها كده حته كده بس، ممكن الاقي لافف حواليها كلها. دي الابيدرمويد سيلز. في نوع ثالث من السيلز انا ما قلتش عليه اللي هو الانترميديت سيلز، خليه بين البنين فيها صفات من دي وصفات من دي وحجمها اصغر شويه، برضه ممكن تبقى لايننج للميوكس سيلز للسيستس. مالتي لاير او سنجل لاير حوالين السيست تتكملوها طبعا، يبقى دي انترميديت سيلز. وهنا برضه ميوكس سكريتنج سيلز، ميوكس سكريتنج سيلز، كل ده ميوكس سكريتنج سيلز. عشان كده قلنا ده في الكلينيكال بيبقى سوفت وكمبريسبل زي السيست. بين السيست دي وبعضها وبين الجروبز اوف سيلز ديت هلاقي فايبرس تيشو، كولاجين فايبرز، وبلاد فيسز، وفايبروبلاستس. في بعض التيومرز بنلاقي كلير سيلز، عارفين الكلير سيلز تبقى سيلز عاديه كده بس السيتوبلازم بتاعها زي ما يكون فاضي شبه الازاز كده، مفيش فيه حاجه من جوه، تبص لها تحس انها فاضيه. عارفين شبه ايه؟ شفتوا الفوم سيلز في البريميكال جرانيولوما شبهها كده، دي كلير سيلز. نيجي للنوع اللي هو الهاي جريد. الهاي جريد طبعا هنا الساينز اوف ديسبليجيا بتبقى قليله جدا. الساينز اوف ديسبليجيا اللي هم ايه ال 11 كريتيريا اللي انتوا خدتوها في البريكانسرس ليجن، هم البليومورفيزم، هايبر كروماتوزم، اب نورمال مايتوزيس، كريز نيوكلير سيتوبلازم كريشيو. عارفين دول؟ دول بيبقوا هنا قليلين جدا او مش ملحوظين. نيجي بقى في اللي هو الهاي جريد مالجنسي، هنا هلاقي ايه الاكتر؟ الابيدرمويد سيلز، هلاقيها معظمها ابيدرمويد سيلز. ولو تاخدوا بالكم انا برسم الابيدرمويد سيلز فيها الساينز اوف ديسبليجيا، يعني اشكالها مختلفه، في منها كبير، في منها صغير، في منها سبندل، في منها راوندد، في منها بوليهيدرال. لان الساينز اوف ديسبليجيا هنا البليومورفيزم والهايبر كروماتيزم والكلام ده بدا يبقى ايه كتير. ممكن الاقي ميوكس سكريتنج سيلز بس مثلا واحدة ولا اثنين ولا حاجة صغيرة كملها. هنا طبعا السنز اوف ديزيجن موجودة، ممكن الاقي مايتوزيس، اب نورمال مايتوز، كريزن نيوكلار سيتوبلازم كريشيو، بليومورفيز، هايبر كروماتيز. السنز اوف ديزيجن بتبقى واضحة قوي. خلايا مختلفة في الشكل، مختلفة في الحجم، اللي هو بقول عليه بليومورفيز. وطبعا بينهم من بعض كونكتيف تيشو برضه، فايبروبلاس، كولاجين فايبرز، وبلاد فيز. يبقى هنا التيومر ده لما اجي اشوفه كلينيكال امسكه كده الاقيه سوليد. ممكن هنا يبقى الكبسولة بتاعته موجودة وانكمبليت، هنا مفيش كبسولة خالص. طبعا الانترميديت بين البنين، يعني تلاقي مثلا نصه كده ونصه كده.
والسايد الديسبليجيا يعني زي الراس على السلم بين البنين. ده الميوكوبيدرمويد كارسينوما. برضه على فكره في التريتمنت ده يفرق عن ده. لما باجي اعمل تريتمنت لللو جريد ممكن جراحه سيفتي مارجن، ويعني لو خد راديو ثيرابي او كيمو ثيرابي تبقى جرعه صغيره، انما في الهاي جريد تبقى جرعه الراديو ثيرابي والكيمو ثيرابي كبيره، وممكن بقى مش سيفتي مارجن يبقى بشيل الليمف نود واللي هو بيقول عليها اللي هي الكوماند اوبريشن، او بيشيل الليمف نود وبيشيل كل حاجه معاه. مش سيفتي مارجن بس، عم ممكن يشيل نص المندوب اللي هو واخد المندوب مثلا. في حته انا نسيت اقول لكم عليها، الاورجن بتاع الميكوبيدرمويد كارسينوما، واحنا لسه قايلين الهيستولوجي. عندنا انواع الخلايا ايه؟ ميوكاس سكريتنج سيلز وابيدرمويد سيلز وكلير سيل وانترميديت سيل، صح؟ دول الخلايا اللي انا قلتهم؟ ماشي. عندنا المذر سيل اللي هي طالعه من الانتركاليتد داكت ريسيرف سيل. فاكرين الانتركاليتد داكت؟ فيها ريسيرف سيل زميلتكم قالت عليها، بيطلع منها حاجه اسمها مذر سيل اللي هي الخليه الام. المذر سيل ديت تدينا انترميديت سيل اللي هي الانترميديت سيل اللي انا رسمتها لكم. والانترميديت سيل دي ممكن تدي ثلاث انواع من الخلايا، يا تديني ميوكس سكريتنج سيل، يا تديني سكويمس سيل، يا تديني كلير سيل. ماشي، ده الاوريجن بتاعه، يعني الخليه الام بتيجي من الضغط بتاعت الجدان، بتولد تديني انترميديت سيل. انترميديت سيلز ديت ممكن تدي كذا نوع خليه، تديني كلير او سكويمس او اللي هي الابيدرمويد سيل، يعني اقصد سكويمس دي اللي هي الابيدرمويد، معلش الابيدرمويد سيل عشان ما تلخبطوش بس. ماشي، وكلير سيل. طب ممكن الاقي ميزنكايمال تشينج زي اللي موجوده في البليومورفيك هنا؟ لا، بلاقيش ميزنكايمال تشينج. الحاجه الوحيده اللي ممكن الاقيها هو الهايلانيزيشن بس. ماشي، انما ما بلاقيش ميكزويد تيشو. لو لقيت ميكزويد تيشو ما تبقاش ميوكوبيدرمويد، تبقى ايه؟ تبقى بليومورف. لو لقيت ميكزويد تيشو ما تبقاش ميوكوبيدرمويد، ممنوع. انما الحاجه اللي ممكن الاقيها ممكن الاقي الحاجة الموضوع الهايلانيزيشن ده ممكن الاقيه، ما فيش مشكله. التيومر الثاني اللي هناخده اللي هو الاسينيك سيل كارسينوما، والاسينيك سيل كارسينوما ده شبه الميوكوبيدرمويد، انه له برضه هاي جريد ولو جريد. خلاص؟ بس احنا في الهيستولوجي هنقول حاجه واحده منهم بس، ماشي؟ فاكرين الرمانه؟ رمان او البرتقال شبهها بالظبط برضه، عباره عن كونكتيف تيشو 6، بس هنا مفيش كبسوله خارجيه لان ده مالجنت. خلاص؟ والسيلز موجوده بين السته دي وبعضها عامله لوبيولز. السيلز بتبقى بوليهيدرال او راوندد. النيوكليوس هناك كانت فين؟ في الانكوسايتوم النيوكليوس كانت فين؟ في السنتر. هنا النيوكليوس في البريفري، على البريفري. السيتوبلازم هناك كان شكله ايه؟ جرانيولار وايزينوفيليك، احمر وهنا ازرق ومنقط. هنا بيزوفيليك وجرانيولار. في منها ثلاث انواع. النوع الاولاني اللي هو ده اللي هو السوليد. النوع الثاني اللي هو بابيلاري سيستم. بابيلاري سيستيك ده شكله ايه؟ هو نفسه زي السوليد، بس فيه بينه وبين بين السيلز وبين بعضيها بابيلاري بروجيكشنز. بابيلاري بروجيكشنز عامله سيست جواها، هي ده سيست كافيتي. والسيلز هنا بقى، السيلز اللي هي الجرانيولار دي هنا، ده بابيلاري سيستيك تايب. والنوع الثالث اللي هو فوليكولار تايب، وده بيبقى سموه فوليكولار لانه شبه الفوليكلز بتاعت الثيرويد جلاند. طبعا انا عارف ان انتم ما شفتوش الثيرويد جلاند، انما الثيرويد جلاند بيبقى شكلها عارفين البلاطات الرخام، زي البلاطات الرخام كده اهي كده بالظبط.
والسيلز موجودة بين البلاطات دي. البلاطات الرخام دي لونها بينك. وبينها وبين بعضيها السيلز بتاعتنا اللي هي سيلز شبه دي بالظبط اللي هي كده. نيوكليوس جرانيولز. يبقى ده فوليكولار تايب عشان شبه الثايرويد كارسينوما او الفوليكل ستات الثايرويد جلاند والسوليد والبابيلاري سيستك دي اللي هي اسينيك سيل كارسينوما. وطبعا الساينز اوف مالجنانسي بتبقى اذا كانت بتقل اذا كانت هي لو جريد اوف مالجنانسي او اذا كانت هاي جريد اوف مالجنانسي بتزيد اللي هي البليمورفيزم والهايبر كروماتوزم والابنورمال ميتوزس. الاوريجن بتاعها يا اما من الاسينيك سيلز اسينيك سيل هي السيلز اللي بتفرز الميوسين يا اما من الانتركاليتال داكتر سيلز ريسيرف سيل يا اما من مايو ميثيليال سيل. الحاجه الاخيره اللي هي عندنا اللي هي الادينويد سيستيك كارسينوما او الاسم القديم بتاعها سيلندروما او ممكن تقراها باسم تاني في التكست اللي هي ادينو كارسينوما ادينو سيستيك كارسينوما ادينو سيستيك كارسينوما ممكن تلاقوها بالاسم ده او بالاسم ده والكتب القديمه تلاقوها بالاسم ده سلندروما. بس هو اسم سلندروما ده يعني يعتبر لو معظم الكتب الجديده ما بتكتبوش لان في تيومر تاني في السكن له نفس الاسم له سلندروما فبيحصل لخبطه فلقوا الاسم السلندروما ده وخلونه على الاسمين التانيين. الادينوسيس دي كارسينوما ديت فاكرينها؟ كان ليها حاجات كده انا قلت لكم عليها. ها اللي ورا يقول لي اللي عامل ايده كده امتى؟ ايوه اتشجع وقول ما تخافش يا ابني. ها الادينوسيس دي كارسينوما دي ليها صفات كده انا قلتها شبه مين؟ يا راجل حرام عليك ربنا انت جعان بقى اللي قدام سلولي جروينج وبعدين هي بتطلع في البول مره مش فاهم انت ها مين اللي يقول ما بتبانش في الاكس راي ما بتبانش الا في الاكس راي الا في الليت ستيجز قلنا لانها بتنمو في المرو والحاجه الثانيه ان هي بتعمل ايه؟ بين عشان بتنمو حوالين النيرف. بس بفكركم بس دي عشان تبقوا واخدين بالكم دي في اي حته بالظبط يعني في اي شارع في حته. ادينويد سيست كارسينوما شكلها ايه تحت الميكروسكوب؟ بتبقى راوندد اور اوفال اور ريجولار ماسز اوف سيلز يعني دي الماس اوف سيل كلها. كل ماس اوف سيلز دي بتتكون من او فيها من جوه ماينيوت اور سمول سيستيك سبيسز. السيستيك سبيسز ديت فيها ماده بيزوفيليك ماده زرقاء يعني فيها سيستيك سبيس صغيره خالص صغيره وفيها ماده زرقاء من جوه. طب والسيلز؟ السيلز بتبقى ديبلي ستين راوند وسمول وديبلي ستين وبيزلويد. يعني ايه بيزلويد دي؟ اقول لكم يعني ايه دلوقتي. قلنا على السيلز دي بيزلويد عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه لما بتيجي تشوف اي ميثيليوم في الدنيا سواء في السكن او عندنا احنا في اورا الكافي تلاقي اتقل لاير هنا ايه؟ اتقل لاير في الستين هتلاقيها البيزل لاير. هتلاقي البيزل لاير لونها تقيل شويه واخده لون تقيل عن بقيه الميثيليوم. دي صفه من صفات البيزل سيلز عشان كده دي ديبلي ستين فقلنا عليها بيزلويد. بيزلويد يعني شبيه البيزل سيلز. الحاجه الثانيه والاهم ان هم لما شافوا الماده الزرق اللي جوه السيست ديت خدوها وشافوها تحت الالكترون مايكروسكوب ما لقوهاش ميوسين. امال لقوها ايه؟ لقوها ريبليكيشن اوف بيزل لامينا ماتيريال. يعني ايه ريبليكيشن اوف بيزل لامينا ماتيريال؟ البيزل لامينا دي فين؟ في الود
مسرحيش. البيزا اللامينة فين؟ البيزن تحت البيزن تمبرين او جزء من البيزن تمبرين، صح ولا غلط؟ ها؟ ها؟ هي اصلا في البيزن تمبرين؟ تحت البيزن تمبرين. البيزا اللامينة تبقى جزء من بيزن تمبرين، هي ما تبانش طبعا بالبتاع العادي، بتبان بالالكتروميكروسكوب في الحتة دي كده. فالبيزا اللامينة دي برضو صفة من صفات ان بتبقى قاعدة عليها مين؟ البيزل سيلز. فلما لقوا ان دي ريبليكيشن والبيزل لامينا ماتيريال، قال لك ان دي تعتبر حاجة جاية شبه البيزل سيلز، او ليها حاجة صفة من صفات البيزل سيلز. خلاص، عشان كده قلنا عليها بيزل لويد سيلز. ماشي. الشكل ده عارفين المنخل؟ عارفين المنخل؟ المنخل اللي بنعمل بيه الدقيق ده. ماشي. عشان كده الاجانب سموا الشكل ده كريبري فور باتر. كريبري فورم كده لو بصيت عليها في القاموس هتلاقيها المنخل. وتشوفوا افلام توم وجيري، تشوفوها ولا ما تشوفوهاش؟ ما تشوفوهاش. عارفين الجبنه اللي فيها اللي هي المسلسه دي؟ جبنه مخرمه دي عامله كده، اسمها سويس تشيز. ماشي. مش الرومي، لا الرومي دي بتاعتنا احنا، دي جبنه سويسريه ما بتشوفهاش هنا اصلا. ماشي. كترنا هنا جبنه جودة والحاجات دي. ماشي. سويس تشيز ابيرنس، اذا كنت انا محتاج ده في الافلام. خلاص. جبنه السويسريه اللي هو الشكل ده، لان الشكل ده بيبان زي خروم كده، اللي هي الحاجات الزرقاء دي وسط الديبلي ستيند كلر بتاع السيلز. ده اشهر فورم في الادينوسيستيك كارسينوما. ماشي. قلنا الادينوسيستيك كارسينوما دي من ضمن الميزات بتاعتها ان هي بتلاقي النيرف، لو ده نيرف اهو، والسيلز بتاعتها بتعمل جروبز حواليه وتنمو حواليه. يعني ده مقطع كده، ده النيرف ماشي كده زي القلم ده، والسيلز نايمه عليه كده. ماشي. والسيلز ماشي عليه كده وقاطع كده. خلاص. فبتبان ديت عباره عن شيتس جروبز زي دي بالظبط، عباره عن سيلز وفيها اللي هي السيستيك سبيسز والمينيوت سيستيك سبيسز واللي هي البيزلويد سيلز العادية. كل دول كده. ده بقول عليه بيري نيورال جروث. ده ممكن الاقيه يعني حاجة كاركترستيك وكومون، ويعني كتير بلاقيه في الادينوسيستيك كارسينوما. طبعا بين الجروبز دي وبعضيها كونكتيف تيشو فايبروبلاست، كولاجين فايبرز، وبلاد فيسلز. ده النوع الوحيد؟ لا، ده نمرة واحد. ده أشهر واحد على فكرة، أشهر واحد فيهم. في الفورمز بتاعتها، ليها فورم تاني اسمه سوليد. إيه السوليد ده؟ زي ده بالظبط بس من غير الماينيوت سيستيك سبيس. يعني عبارة عن جروب كده وفي سيلز، بس كلها سيلز. سيلز صافية مفيش فيها سيستيك سبيس. النوع الثالث تيوبولر. ايه تيوبولر ده؟ شكله ازاي؟ عباره عن برضه سيستيك سبيس كده، او دكتر سبيس، او دكتر تيوبولر، او دكتر بيقول عليه كده او كده. عباره عن دكتر سيلز لايننج لسمول سيستيك سبيس كده، وحواليها البيزلويد سيلز بتاعتها. يعني هو نفس الشكل ده بس هيزيد عليه ضغط كده. النوع الرابع سيستيك. زي ده بالظبط بس بدل ما هي ضغط صغيره بتبقى كبيره. برضه لاين بلاير كده من كولامنر سيلز او كولامنر سيلز، وحواليها السيلز البيزلويد بتاعتها. الاربع انواع ممكن اشوف فيهم البرينيورال جروث.
ممكن في بعض اللي في بعض التيومرز بلاقي ميكس من الانواع دي، يعني الاقي حته سوليد على حته من ده او حته من ده على حته من ده، ممكن الاقي كذا ايه كذا ليجر مع بعض كذا نوع. لا ميكو بيدرمويد دي لو جريد ميكو بيدرمويد ماشي. دي كلها سيستيك سبيس ماشي، كل دي سيستيك سبيس المفروض ان هي اللي عاملينها اساسا ميوكس سكريتنج سيت. دي السيلز اللي حواليها دي كلها ميوكس سكريتنج سيت، وفي جزء صغير خالص دي بيدرمويد سيلز بتكون هنا، هي الاثنين اللي شايفين الاثنين اللي في الجنب اللي فوق دول النيوكلاس بتاعتهم كبيره، دول بيدرمويد سيلز الاثنين الصغيرين ماشي. وكل ده ميوكس سكريتنج سيلز وعامله سيستس، فده لو جريد ميوكو بيدرمويد كارسينوما. ده يعتبر انترميديت جريد لان نسبه دي كلها بيدرمويد سيلز زي اللي في الجنب، ودي الميوكا سكريتنج سيلز وعامله السيست. طبعا حكايه 50 50 دي عشان تقيس 50% و50% في الشريحه كلها مش في الحته دي بس. ماشي، هنا لو تلاحظوا بدات الساينز والديسبليجيا تبقى اكتر، يعني السيلز هنا بدا يبقى فيها لخبطه، فيها ساينز والديسبليجيا، فيها بليومورفيزم، فيها هايبر كروماتيزم. دول البيدرمويد سيلز كلهم ماشي، مفيش فيها، وبرضه هتلاقي فيها الساينز والديسبليش، في تفاوت في الحجم، في حاجه في ميتوز اهي هنا، في ديب ستيند نيوكلياي ماشي، فيها مشاكل يعني فيها الساينز والديسبليش اوضح. ولو عايز تدور على السيستيك سبيسز حاجات خفيفه اللي هي زي دي كده، الحته اللي فوق دي، الحته دي، الحته دي، صغيرين جدا. كل السيلز ديت ابيدرمويد، دي الهاي جريد ها المنخوتين كريبري فورم او السيلز تشيز ابيرنس، دي الجروبز اوف سيلز ماشي، دي البيزلويد سيلز، دي الحتت اللي هي البيزوفيليك اللي بقول عليكم اللي هي اللي بقول لكم اللي هي لما شغوها تحت الالكترون ميكروسكوب، لو ان هي عباره عن ريبليكيشن بيز اللامينا، وده اللي هو الكونكتيف تيشو اللي بين النست وبعضيها. فالفورم ده اللي هو كريبري فورم. ده بري نيورال جروث نيرف اهو، والنست بتاعت التيومر حواليه ماشي. لو عايزين تشوفوا السوليد، حته من السوليد اهي، وطبعا مش تيومر لوحده بس ده السوليد بس، مفيش فيه سيستيك سبيس زي دي كده، ده السوليد تايب. وده هنا اللي هو التيوبلر تايب، تركوا في دكتر او تيوبلر تايب اللي هو اللي على الشمال ده، ده السوليد، وده البيري نيورال جروس مهم جدا في ال، طبعا دي شريحه ودي شريحه، يعني مش هي نفس الشريحه فيها سمك لبن تمر هندي، دي نص ودي نص، دي حاجه ودي حاجه. ها؟ فين بتاعت الاسينك؟ دكتورة الاسينك اللي انت هنا، دي الاسينك بقى. السيلز هنا اهي، النيوكلاس تحس ان هي في الجنب مش في النص خلاص؟ هنا، وطبعا لما بتحس انها في النص بيبقى تداخل، بيبقوا خليتين جايين على بعض، اي حاجه في مشكله انما هي غالبا بتبقى مجنبه شويه ما بتبقاش في النص. والسيتوبلازم جرانيولر وايزينوفيليك، وفي كونكتيف تيشو ست اهي بين الخلايا بين النستس وبعضها. دي مش عليكم اخر حته عندنا في المحاضره، احنا قلنا اللي هي
اول حاجه خدناها اسمها اول تيومر خدناها ليومورفيك ادينوما. ليومورفيك ادينوما ديت ممكن تقلب مالجنت، ممكن تتحول مالجنت. ولما بتتحول مالجنت ماشي ليها ثلاث اشكال او بتدي ثلاثه تيومرز، ممكن ثلاث انواع. النوع الاولاني عارفين كلمة اكس يعني ايه الاول؟ اما اقول ده فلان ده اكس سموكر يعني السابق، ايوه هيز اكس وايف يعني كانت مراته واتطلقت. فلما اقول كارسينوما اكس ليومورفيك ادينوما معناها ان الكارسينوما اللي طلعت في اللي كانت قاعده بقالها كذا سنه ليومورفيك ادينوما. يعني ممكن ليومورفيك ادينوما تبقى موجوده بناين بقالها مثلا 10 سنين 8 سنين 9 سنين 20 سنه خلاص، وبعد الفترة دي تقلب مالجنت، يبقى دي اسمها كارسينوما اكس بليومورفيك ادينوما. وفي الحالة دي انا هشوف شكل البليومورفيك ادينوما عادي وفيها حتت فيها مالجنت تشينج. خلاص؟ النوع الثاني اللي هو الكارسينو ساركوما. يعني ايه كارسينو؟ اسمها كده كارسينو ساركوما، يعني فيها حاجتين مالجنت. بقول عليها باي فيزيك، يعني ثنائي المرحلة، يعني فيها اثنين تيومر في نفس الحاجة. كارسينو يعني كارسينوما، يعني مالجنت تشينج في الايه؟ في الابيثيليال ستراكشر. وساركوما يعني مالجنت تشينج في الكونكتيف تيشو، يعني في نفس الليجن هلاقي مالجنت تشينج في الابيثيليال ستراكشر وهلاقي في الكونكتيف تيشو اللي هو بيدينا حاجة زي الفايبر ساركوما. آخر حاجة ميتاستاتيك ميكس تيومر. زي كده بالظبط لما تشوف واحد راجل محترم مربي دقنه تمام ولابس عباية وبعدين الجامع وجاي من الجامع والراجل بيصلي وبيتصدق بيعمل كل حاجة واخر النهار خمر ومساء ومش عارف وشغال بقى ودش ونظبط نفسه ماشي. يبقى ده شكله ايه؟ شكله كويس الشكل بتاع من الشكل كويس، انما البيهيفير نيلة ماشي. نفس الحكاية هنا اللي هي الميتاستاتيك ميكس تيومر، انا هنا احتفظت باسم البناين ميكس تيومر زي ما هو بس في البيهيفير بتاعه بقى ميتاستاتيك. في الحاله دي انا لما اجي اشوفه تحت الميكروسكوب الاقيه عادي طيب وابن حلال وغلبان والسيلز بتاعته كويسه وبناين ومفيش فيها اي مشكله ماشي. انما يجي في البيهيفير بتاعه عمل لي ميتاستاسيس ماشي. فاكرين اول صوره اول صورتين كلينيكال وريته لكم كان الليجن حلو ومدور ومتظبط وهوموجينس. هنا شايفين الليجن عامل ازاي؟ ريجولر خلاص في السريشن مش هوموجينس مش متظبط، يعني في مشكله يعني تحس ان في حاجه خطر يعني عفريت جوه ماشي. ده مالجنت. لما تبص انت لاي حاجه مالجنت كده ماشي بتبان، يعني ممكن تبان كده طبعا في المراحل المتاخره. ده فرض يعني لو جالك لك حاجه في العياده حاجه مثلا مش زي دي حاجه انترا اورا، يعني حتى في الليجنز الانترا اورا البناين تلاقيه مدور سموث مفيش فيه السر مفيش فيه ريجولاريتي. المالجنت تلاقيه ملخبط كده يعني طالع من حته وحته لا ومش عارف اعمل ايه وفي السر وفي حاجات كده. دي اللي هي المالجنت الكارسينوما اكس بليمورفيك ادينوما. دي فيها الاثنين ستراكشر، فيها الميكزوماتاس تيشو والابيثيليال ستراكشر بتاع الميمورفيك ادينوما، في نفس الوقت فيها المالجنت تشينج اللي حصل هنا في السيلز دي. دي السيلز دي كلها مالجنت اللي هي اتقلبت مالجنت وبقت كارسينوما. واحده ثانيه برضو اهي، هنا عندنا برضو الميكزوماتاس تيشو والدكتورال ستراكشر نفس الحاجات اللي احنا قلناها. وفي نفس الوقت لو كبرنا حته من دول السيلز دي مالجنت، الحته دي فيها مالجنت تشينج اللي هي كارسينوما اكس ليومورفيك ادينوما اللي كانت قاعده بقى لها فتره ليومورفيك ادينوما وقلبت مالجنت. دي اللي هي الكارسينو ساركوما اللي هي فيها الاثنين، الجزء اللي تحتاني ده مالجنت تشينج في الـ في الـ في الكونكتيف تيشو والجزء الفوقاني مالجنت تشينج في الابيثيليا. ده الكارسينوما وده الساركوما وده شكلها كلينيكالي برضه ماشي. طبعا حفظنا حاجة. حد عنده سؤال؟ استنوا استنوا اهدوا بس رد اعصابكم كده رايحين فين؟
قول لي انت انت ايوه ها نورمال سليفري جلاند بتتكون من ايه؟ اليونت ستراكشر بتاعت السليفري جلاند. ها قول يا بطل ها اللي رفع صبعه ايه؟ تعال اطلع على السن تعال القلم هو عندكم السناي ها حواليها مايو بسيليال سيل ها والضغط ها انتركاليت الضغط والتانية مش مهم يعني هو قول اكسكريتوري واللي في النص استرايت عشان فيها استرايشن ماشي قول لي كده حاجه عن الميوميسيديال سيلز تمام يلا خش يا جميل مين بقى اللي هيقول لي الكلاسيفيكيشن اوف سليفري جلاند تيومرز ها انت ايوه والله انت انت برضه بتنحوا ليه انت يا بنتي ها ايوه لا عندي صوت يا عندي صوت كده تيجي تمسك الميكروفون لان انا مش تمام عشان هم يسمعوا ها ابيثيليال وبيزنكاي بليومورفيك ادينوما اصبروا بس قبل الابيثيليال الابيثيليال تسميها ايه تاني قبل ما تخش في البليومورفيك الادينوما وكارسينوما الموجناين ومالجن اللي جنبها الادينوما اللي هي ايه بليومورفيك ها بدل ما قلت بليو يبقى التانية ايه بليو ومونومورفيك ادينوما المونومورفيك ادينوما كم نوع ها انت اللي وراه اللي وراه ابو نضاره هما ثلاثة عشان خاطر خليهم ثلاثة ها قول قول واحد وزكيلك ادينوما ها او اونكوسايتوما والتانية ها اللي قدام ادينو لينفوما والتالتة اذر تايبس ماشي خلاص اخر نوع فيهم مين اللي يقولوا اخر نوع في البناين دكتور بابيلو خلاص احنا مش هندرسها بس لازم نعرفها لما اطلب منك التقسيمه لازم تكتبهم لي عشان لو قريت في كتاب طلعت بره ما تفتحناش زي يقول لك دكتور بابيلو ما تقول دي فين دي في الودن ولا فين دي ماشي خلاص المالجنت ها قولهم لي او على الاقل قول لي اللي احنا خدناه ها بص في الدفتر ما نشوفش كده يا حبيبي بص في الدفتر اللي جنبه على الوان ما يبص ها اسينيك سيل كارسينوما ها ميوكو درمويد كارسينوما طب تحرمنا اسالك بقى ادينويد سيستيك كارسينوما ها احنا قلنا ثلاثة لسه هو في واحدة من اللي احنا خدناها ها انت اللي عامل كده
علي صوتك. اللي وراه. لا مش ميكسر تيوب. ها؟ اللي جنبك. اللي جنبه. مين؟ بيزل سيل؟ ها؟ السنة خلصناها خلاص. انت؟ انت؟ يا جدعان ده الصور تعقد الدنيا كلها، ده انا وريتكم الصور بتاعتها، الصورتين اللي في الاخر دول يجيبوا يعني الواحد يجيب شلل منهم اصلا. ها؟ كارسينوما ان بليمورفيك ادينوم، ويلكس بليمورفيك ادينوم او مالجنانت بليمورفيك ادينوم. ماشي؟ ده الرابعه اللي خدناها. الباقيين تحفظوا اساميهم برضه؟ مش هناخدهم، ما خدناهمش يعني، بس تعرفوهم في الاسامي اللي اتكتبوا في التقسيم. ناخد اول حاجه البليمورفيك ادينوم، مين اللي هيقول له الهيستولوجي بتاعك؟ انت. المراجعه دي ليكوا انتوا مش ليا انا. ها؟ الميثيليان وميزنكايم. ها؟ الميثيليان اللي هي ايه؟ دكت ودكت لاي اللي جنبها سكوامس سيلز ومايو ميثيليال سيلز. ها؟ والميزنكايمال اللي ورا ميكزويد كوندرويد اوستيويد وايه؟ وهيالونيزيشن. ماشي؟ خلاص؟ اهم ميزه في البليمورفيك ادينوما ايه؟ فيها حاجه كاركترستيك انا قلت له قلت لكم عليها. انت ها؟ لا غير الميكزويد، في حاجه مهمه. المهم الجراح هو بيشيل انكمبليت انكابسوليشن، الكبسوله بتاعتها مش كامله، عشان كده لما باجي اشيلها يفضل حتت منها بتعمل هاي ريكرنس ريت. ماشي؟ التيومر الثاني اللي هو ها؟ الادينو لينفوما. يعني اشرح قول الاستولوجي بتاعك اللي وراه. اللي وراه الميثيليال كومبوننت ايوه اللي هو تو تايب تو لايرز اللي هو كولومنر وكيوبويدال. كولومنر ناحيه الكافيتي وكيوبويدال تحت على البيزنت امبرين. انت ها؟ انت ايوه الليمفوسايتس اللي فيها اللي جنبها جيرمينال سنترز والاثنين مع بعض بيعملوا اللي جنبها الاثنين مع بعض بيعملوا ايه؟ فابيلاري بروجيكشنز. خلاص ده اللي بيخلي موضوع السيست ان لما باجي امسكها بتبقى فلكتوانت زي السيست. خلاص الحاجه الثالثه التيومر الثالث انت في البناين احنا قلنا ادي لنفوما وقلنا بليمورفيك ادينوما فاضل اوكزيفيليك ادينوما وانكوسايتوما. ها شكلها ازاي تحت الميكروسكوب؟ ماشي اللي وراها قول انت علي صوتك بس. تكون شويه اجزاء كده في باريرز كده بينهم. ايوه بتبقى متفصصه زي الرمانه او زي البرتقال. ها في باريرز بينهم هنا وايه تاني؟ لوبيولز يعني بتكون لوبيولز. ها شكل السن ايه بقى؟ اللي جنبه علي صوتك. جرانيولار وايزينوفيليك. جرانيولار وايزينوفيليك والنيوكلس في الطرف ولا في النص؟ اللي جنب في النص والنيوكلس في النص. يبقى دي اللي هي الانكوسايتوما او الاوكزيفيليك ادينوما اللي السن بتاعها امتى؟ اكتر من 60. ليه؟ عشان ده نورمال تشين ما بتطلعش الا من السيلز اللي اسمها الانكوسايت اللي ما بتظهرش الا بعد كام سنة؟ 60 سنة. خلاص؟ نيجي للماليجنانت، على فكرة احنا في التقسيمة ما قلناش اللي هي النن ايبيثيليا. اللي هي الليمفانجيوما أو الليمفانجيوما واليوروفايبروما وإيه والهيمانجيوما، ماشي؟ وموجودين في الأطفال أكتر من الكبار. نيجي في الماليجنانت، نيجي الأول لمين؟ للميكوبيدرمويد كارسينوما. قولي لي شكلها تحت الميكروسكوب. اسمها ميوكو ابيدرمويد، قعدت اقسم لكم فيها ساعتين. ميوكو يعني ايه؟ ميوكا سكريتنج سيلز. ابيدرمويد يعني ايه؟ ها؟ ميوكا سكريتنج سيلز. ها؟ كمل. ها؟ ميوكا سيلز وبعدين ابيدرمويد سيلز. ها؟
بعد الميوكاس سيل. كمل. لو جريد وهاي جريد. اللو جريد بتزيد الميوكاس سيل سامعه؟ والهاي جريد بيزيد فيها، والهاي جريد بيزيد الابيدرمال، والانترميديت بين البنين. ماشي؟ عشان كده اللو جريد هلاقيها سوليد ولا سيستك لما اجي امسكها؟ سوفت او سيستك. ماشي؟ والهاي جريد هلاقيها سوليد. خلاص؟ الساينز المالجنسي بتبقى فين اكتر، في الهاي جريد ولا في اللو جريد اللي جنبها؟ في الهاي جريد. خلاص؟ الميتاسز اكتر فين؟ في الهاي جريد. الادينويد سيستك كارسينوما ها صفاتها ايه؟ ليها صفات كده مختلفة مش موجودة في الباقيين. قولهم لي. شبه مين؟ امال ايه يا شيخ احمد عليك؟ ادينويد سيستيك كارسينوما او سلندروما. لا. ادينويد سيستيك كارسينوما. ايوه كريبري فور. قبل الكريبري فور بشوية ارجع ورا شوية. ما بتظهرش في الاكس راي. والحاجه الثانيه اللي هي بتحب تنمو حوالين النيرف، عشان كده بتعمل بين، وبعد البين بتعمل ايه؟ نمس، اللي هي بنقول عليها اسمها نيورولوجيكال سيمبتومز. خلاص؟ شكلها تحت الميكروسكوب. جاوب بقى الله يخليك. جاوب عشان خاطري بس حاجه كده لله يعني. بتبقى سيست ماينوت سيستيك سبيسز موجوده في وسط السيلز، اللي السيلز دي شكلها ايه؟ ها؟ شكلها ايه؟ لا يا راجل مش اكسنتريك. ها؟ بيزلويد سيلز. بيزلويد ليه؟ قلنا عليها بيزلويد ليه؟ قول انت. عشان حاجتين، قول لي الحاجه الاولانيه انت اللي جنبه. ايوه عشان في الريبليكيشن اوف بيزا اللامينا، اللي هي الماده الزرقاء اللي جوه دي ريبليكيشن اوف بيزا اللامينا. خلاص؟ الحاجه الثانيه ان هي ديبلي ستين شبه البيزا اللير بتاعت الابيثيليوم. ماشي؟ الاربع انواع الثانيين او الثلاث انواع الثانيين. طبعا في حاجه مهمه برضو في الهيستولوجيكال بيكتشر غير الكريبري فورم او السيوس شيز ابييرنس. ماشي؟ ان لازم يبقى فيها ايه او فيها ايه؟ بيرينيورال جروث. الثلاث انواع الثانيين مين اللي قالهم؟ انت. انت بقى اللي وراكي. ها؟ انت. ايوه انت. لا علي صوتك انا مش سامع حاجه والله. علي يا بنت صوتك شويه. بتقول لي ايه؟ ها؟ طب اللي جنبها؟ ها؟ هي قالت كده؟ طيب خلاص هو صح. طب ما تعلي صوتك شويه. ها؟ سوليد وتيوبيولار ها وسيستيك. خلاص؟ السيستيك هو نفسه تيوبلر بس على كبير شويه. خلاص؟ انواع المالجنان بليمورفيك ادينوما او اللي هي المالجنان تشينج في البليمورفيك ادينوما ليها ثلاث انواع. الاولاني از اكس وايف اكس سموكر. طيب في المحاضره؟ طيب ها؟ كارسينوما اكس بليمورفيك ادينوما. النوع الثاني كارسينو ساركوما. والنوع الثالث ميتاستاتيك بليمورفيك ادينوما. وحد يديني الايميل بتاعه عشان ابعت لكم الحاجه اللي هتذاكروا منها وابعت لكم الصور.